الثالثة بعد منتخب الكوت ديفوار المنتصر بالأمس برصاصات سالومون كالو أمام منتخب غامبيا بثلاثة على العناصر الوطنية. حمزة بورسوق، حمزة بورسوق أستاذ الكرات الراسية، كيف تضيع الكرة اليوم؟ وضربة مرمى ذات طريق يرفع كرة اليوم. بورسوق كان وحيد وكان ممكن أن يصنع أحسن من هذه الكرة. عند برادم جيري يرفع كرة، حمزة بورسوق ربما ترك الحظ في المغرب وذهب إلى تنزانيا. كرة بورسوق تكلمنا في الجولة الأولى وضاعوا فرص.